بالتأكيد يعني هناك مواقع التقطت مثل هذا التصريحات، دعنا نشاهد جانبا مما قاله البرهان. لذلك احنا دايرين نأكد أن أنتم مهمتكم كبيرة جدا في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مهمتكم كبيرة جدا في مكافحة الشيء اللي احنا هسه كلنا شايفينه ده. نحن هسه كله من هب ودب، أمننا كله ما عندنا، نفتكر إن احنا ما عندنا الآن أمن الوطن كله مهدد، مهدد بالاختراق الكبير الحاصل علينا. نحن دولتنا الآن فيها كثير من المهددات الأمنية، فيها كثير من الاختراقات اللي الناس بعض السياسيين بعضهم ما كلهم بعضهم بيفتكروا انه هذه الامور ليست مهدد للامن الوطني، كانوا تتصل بسفاره، تتصل بمنظمه، تتكلم مع جهه اجنبيه، تفشي لها اسرار الدوله وتوريها نقاط ضعفنا وتوريها نقاط قوتنا، في حاجات احنا بعض الناس بيفتكروها انه دي كريدت لنفسه بيتكون في شخصيته او بيحاول يجاليه امور يعزز بها نفسه، ما عارف ضرره على البلد وما عارف ضرره وما عارف انه الناس دي كلهم بيطلبوا منه المعلومات بيستغلوها استغلال يهدوا بها البلد دي ويفتكوها بها، وده كثير من الناس ما عندهم هدف غير انه هذا السودان ما تقوم له قائمه. ونحن حقيقه لو ما وحده الاجهزه الامنيه وقوتها وصلابتها كان لحقنا الدول اللي حوالينا او الدول اللي قامت فيها الانتفاضات واللي حصل فيها التغيير بصوره ما تمام. نعم، إذا هذه تصريحات البرهان، يتحدث عن سياسي ربما لا يحسن التقدير، يتواصلون مع سفراء، يتواصلون مع منظمات، يتكلم عن أهمية جهاز المخابرات العامة، حتى يعني لديه تصريحات أخرى في ضمن نفس هذه الزيارة يتكلم أنه لو فقدنا جهاز الأمن أو جهاز المخابرات العامة هنمشي عميانين ونقع في أقرب حفرة قدامنا. هل بدأنا في العودة إلى ما كان قيل كثيرا في هذا الاستوديو أنه لابد ضبط موضوع السفارات والمنظمات؟ والله ده أهم كلام يقوله البرهان أفتكر، وأفتكر أنه دي حالة وعي مهمة جدا يثنى على الأخ البرهان فيها، وأفتكر أنه الكلام ده يبقى يكون عنده ما بعده، يجب أن تفعل قوانين التجسس وقوانين التخابر وقوانين العمالة لأنه حقيقة يا أخوي نحن عندنا نخب سياسية هشة جدا. هو أشار لنقطة ذكية جدا، نحن عندنا ناس كتار جدا بيفتكروا أنه لما يمشي يقعد مع جهة أجنبية سميها أي ما كانت منظمة سفارة غيرها ويكون عنده مخزون بتاع معلومات يبذل لهذه الجهة بيكون جزء من تقديمه لشخصيته انه هو شخصيه مطلعه، والكلام ده طبعا ما واقف على السياسيين بس، في جزء كثير جدا من النخب الفنيه والثقافيه والاعلاميه والرياضيه. الشخصيه السودانيه فيها هشاشه امنيه وهشاشه بتاع ذكاء فطري في انه شنو تحبسه من معلومات وشنو تقوله من معلومات. احنا جلسنا مع عدد كبير جدا في اطار الحقل السياسي ده، لا تستطيع أن تخرج منهم بإفادة أو بجملة أو بمعلومة. ممكن الحديث يكون حديث عام في المناخ السياسي في الحقل السياسي، لكن لا تستطيع أن تخرج منه بمعلومة، عكس الإخوة حقيقة السودانيين. وواضح إنه الأخ البرهان استشعر خطر داهم جدا من هذه الحالة، وأنا أفتكر إنه بعد التغيير في 2019 في جهات كثيرة حاولت تدشن حقيقة أن السودان ده بلد مستباح، يمشي سفير أجنبي يقعد في ميدان، يمشي سفير أجنبي يدعو مجموعات قبلية، ده ما بيحصل في الدنيا كلها. نحن أول ما تم تعيين في حكومة السيد إيل أول تنبيه جانا أنه ممنوع أنه أي وزير يمشي يزور له سفارة أو يلبي دعوة بتاعت سفارة في أي إلا بموافقة وزارة الخارجية وبموافقة مجلس الوزراء. الان استاذ بتقول لك ممنوع، طيب الان في سفراء بيلتقوا مع احزاب بيقول له اهميه وحدتكم وتجتمعوا بيلتقوا مع احزاب يا اخويس وبيلتقوا مع قبائل، اللقاءات العامه دي ما فيها مشكله، لكن انت بتلقى في لقاءات بيتم فيها قول وفعل فيما يخص الشان السياسي السوداني، مجموعات دار تصالح، مجموعات قبليه، مجموعات دائره مشي اتفاق، مجموعات وهكذا.
وأنا أفتكر أنه ما قاله البرهان يجب أن يكون لديه ساقين ولديه ما بعده من 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 خطوات. بالمناسبة للأمانة وكالة سونا الآن يعني حسب ما بلغني يعني المقطع تم إعادته، لا نعرف ما الذي جرى عليه. هو مقطع مهم جدا، أنا أفتكر أنه بيكون في تقدير بتاع الشخص عمل القصة دي، لكن المقطع ده مهم جدا، وأفتكر أنه الأخ البرهان يمشي في اتجاه تفعيل القوانين. يعني أنت مثلا في أي بلد الأحزاب دي ما بتشتغل كده ساكت روكة كده، أنا الليلة ألبس وأمشي أقعد مع الجهة الفلانية، أو يطلب مني أنه أنا أكتب ورقة أو تقرير عن قضية، ده ممنوع. وحقه الأجهزة الأمنية زي ما قال برهان تفتح عيونه وتفتح أذنينه في الجانب ده، وحقه برضو الآخر برهان يتبع المسألة دي بأنه يعمم للقيادات السياسية وللقيادات الحزبية وللقيادات الإعلامية والقيادات المجتمعية في أنه في حدود في قانون بينظم التعامل مع الآخر، أيا كان الآخر ده أجنبي، سفارة، منظمة، مؤسسة، هيئة، غيره وغيره وغيره. ولكن الوضع ده بيستتبع برضو أنه حماية أجهزة صنع القرار سواء كان في مجلس السيادة. نحن الآن بنسمع كلام مخيف جدا، بنسمع أنه في مستشارين في وزارات حساسة، ومستشارين ما سودانيين، مستشارين منتسبين لمنظمات وعندها توجهات وده العامل خلط وعامل ربكة في المشهد السياسي السوداني. أفتكر أنه خطوات البرهان تمشي في أكثر من كده، في أنها تحصن القرار السياسي وتحصن الأجهزة السياسية وتحصن الرؤية السياسية في أنها تكون رؤية سودانية خالصة. نعم، يعني كان أيضا ربما التفت البعض لنقاط أخرى حول هذه الزيارات، وقالوا أن هناك اتجاه لإعادة تفعيل دور جهاز المخابرات العامة الذي كان مهاجماً طيلة الفترة الماضية ويتهم باتهامات عديدة، بل حتى يعني كان هناك حديث مباشر صدر سابقاً عن رئيس الوزراء أن جهاز المخابرات العامة تحديداً لابد أن تعاد هيكلته وتغير قياداته ويشترك المكون المدني، كان في كلام كثير أنه لابد أن يكون في جهاز أمني داخلي، وربط بعضهم زيارة البرهان وهذه التصريحات بأيضا التصريح الذي أدلى به وزير الاستثمار على الرغم من حالة التهكم الكبيرة التي لاقتها، وهو يشكر الأمن الاقتصادي على جهاز يعني تم منحه للوزارة. لكن من يقرأ المشهد يقول بأن هناك توجه لإحياء دور جهاز المخابرات بأقسامه المختلفة، سواء كان أمن اقتصادي أو أمن معلومات كما يتحدث البرهان اليوم، وحتى ضبط الحالة العلاقة السفارات بالداخل. نعم، هذا مهم طبعا. هو انا ملاحظ انه شويه ضغط على الاجهزه النظاميه دي بدا يقل، وبدا في وعي من القيادات العسكريه بضروره انه تقويه هذه المؤسسات. انا القصه اللي شفناها في جهاز الشرطه شويه كده بدا يترفع الضغط عليه، وبدا شويه كده القيادات السياسيه والقيادات الرئاسيه والسياديه تدي الجهاز ده حقه. وهذا من الأخطاء اللي بنقع فيها، إنه نحن قاعدين نشيل الشعارات من الميادين، الشعارات والهتافات وأحاديث التعبئة، ونجي نأسس بها ونأثر بها على الأجهزة. وهذا من أخطاء النخبة السودانية، حلت جهاز الأمن الأمني مايو باعتبار إنه ده جهاز بيتبع لجعفر نميري، مع إنه ده كان جهاز مهني في كثير جدا من جوانب عمله، يمكن 20% 10% عنده أخطاءه السياسية، لكن في الجوانب الثانية جوانب حماية البلد من الاختراق، من التخابر، من التجسس، حماية البلد من التهريب، حماية البلد من تزييف العملة، دي كلها الشغل ده بيشتغلوا منه؟ بتشتغلوا الأجهزة الأمنية، ما بيشتغلوا الأحزاب. يعني اللي بيحمي البلد من تزوير العملة منه؟ اللي بيحمي البلد من التهريب منه؟ اللي بيحمي البلد من التخابر منه؟ اللي بيحمي البلد إنه السودان يكون معبر للخلايا للمجموعات للجماعة؟ ما الأجهزة دي في حكايتنا نجي نهتف نتكلم عن إنه نحن دارين سلطة، ما في حاجة اسمها سلطة مدنية من غير أجنحة ومن غير أسس عسكرية ومن غير أجهزة نظامية، ما في كلام زي ده عبث، ده هتاف ساكت ممكن يتقال في لحظة بتاعت نشوة، لكن ما ممكن تجي تنقله عشان يبقى واقع من وقائع البناء الوطني. دي أجهزة مهمة. الآن الدول بتقوم عندما يحصل تفلت ويحصل اهتزاز سياسي، الأهمية اللي بتحفظ البلد هي الأجهزة النظامية، أجهزة المخابرات، أجهزة الأمن الوطني، القوات المسلحة، جهاز الشرطة، دي الحوائط اللي بيعتمد فيها الوطن على أنه يمنع من أي اهتزاز يحصل له عندما يقع خلاف سياسي كبير. فنحن برضو بنشيد بالخطوة الماشي فيها الأخ البرهان. ودي هل تتوقع أنه سيخطو خطوات عملية أم سيكتفي بالتصريحات يجب فقط؟ يجب أن أفتكر أنه زيارته وكلامه ده ما من فراغ، يجب أن الكلام ده يتبعه خطوات،
وتنظيف الأجهزة السيادية وتنظيف الأجهزة السيادية السياسية الأخرى، مش الأحزاب بس ومش الجماعات والأفراد بس، وتنقيته وحمايته ووقايته من التأثير الأجنبي.